دلوقتي هنشرح مسألة count ABC. بيقول لي انت عندك string of length n consisting of uppercase English letter، يعني كل الحروف capital. بيقول لي how many time does ABC occur in its متتالية، يعني حصلت ال ABC، كلمة ABC دي اتكررت في ال string عندي. بمعنى هنا في كام مرة حصل ABC؟ ادي ABC، ABC مرتين. طب هنا مفيش ولا مرة اتكررت ال ABC، هنا اتكررت 5 مرات. ادي اول مرة، ادي ده تاني مرة في سي هنا، بعد كده ادي تالت مرة، بعد كده نيجي ادي رابع مرة، بعد كده ادي خامس مرة، ادي خامس مرة في ABC. بس احنا يعني كود سهل قوي، بس هنعمله يعني جوه فانكشن void solve مثلا ونبعته للانت مين. يعني نيجي هنا نعمل void solve، انتجر ان عامل array في كاركتر، بعد كده عامل for loop اخزن array في كاركتر، بعد كده اعمل كونديشن، واعمل هنا الكاونتر بتاع اللي عندي في الاي بي سي اف قلنا ايه اي اوف اي ايكوال ايكوال اي اند اي اوف اي بلس 1 اللي هي بي بقى equal equal بي عن a of i plus 2 equal equal c count plus plus، واخرج اعمل c out. نيجي هنا ننده الفانكشن بتاعتنا سول، نجربها خمسة ماشي، نقدر كوبي عاملين سبميت كده.